But if you close your eyes. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو ان شاء الله بخير. معكم حسن اسعد من قناة The Gamers. طبعا اليوم عندنا ريفيو لجارث بيل، سجن انفورم جارث بيل، قوة 89، يعني لاعب جدا اسطوري، اعتقد جاب هاتريك عشان طلعت له هذه البطاقة. فخلينا نشوف كيف طاقته. عنده الاجريشن 80، الاتاك بوزيشن 90، الفيجن 82، اكسلريشن 94 يا حبيبي، يعني السرعة عنده بوف 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 بوم. عنده رياكشنز 88، السبرنت سبيد 97، يا اخي مره سريع جارث بيل، طياره. الستامنا عنده 93 والسترينث 82، يعني عنده القوه ها، يعني يديك كتف، احتمال يطيرك احتمال لا. نجي يا حبيبي للكنترول، يا حبيبي الكنترول 89، الكروس اللي هي الرفعات 88، الكيرف اللي هي لفة الكورة 91، الدريبل 91، الفينيشينج 87 يا حبيبي. الفينيشينج مرة يعني مو مرة قوي ولا مرة ضعيف، كويس. عنده الفريكينج اكوريسي 89، اللونج فاس 83، اللونج شوتس 95 يا حبيبي، يعني شوت من بعيد 95. البنالتيز 82 مو مره قوي، الشورت باس 88، الشوت باور 94 يعني شوت الصاروخ، الفوليز عند 82 والبقية خرا. اوكي الولد هذا الكبير، ولد كبير ما شاء الله. المهم عمره 26 سنة، الطول 1.83 سنتي، وزنه 74 كيلو، يلعب RMRW. الويك فوت حقه 3 نجوم، يعني لو تشوت برجل الثانية حيضيع امها. والسكيل موفز 4 نجوم، مفروض يعني لاعب زي هذا عشان يتكامل لازم يكون عنده 5 ستار سكيل موفز. فاتمنى هذه الحلقة تكون عجبتكم، اذا عجبتكم لا تحرمون من حزر لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا الاشتراكية وتشتركوا في المقطع في كل مكان. كان معكم حسن اسعد من قناة جيمرزي، مع السلامة.